واحد يأتي بتغريده ويقول الناس الذين يعددون فوائد الغبار كالفقراء الذين يعددون أضرار الغنى، تغريدة سوء على سوء من أولها إلى آخرها. لما؟ لأن الشرع بيّن أضرار الغنى. كلا إن الإنسان ليطغى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، والآيات الكثيرة في هذا واضحة وبيّن. من قال لك إن الغبار ليس له فوائد؟ من قال؟ له فوائد، ولذلك نص بعض الفقهاء على أن التيمم بالتراب لا يكون إلا بغبار، وجعلت تربتها لنا طهورا كما عند مسلم. الغبار في سبيل الله له فوائد، الريح تجري من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وجرنا بهم بريح طيبة، أدلة كثيرة. يتكلم بالكلمة ولا يدري من أجل، ما أدري من أجل، هل استقطاب الجمهرة؟ عجائب سبحان الله، تعجب، ما يدري أن هناك ملايين تستقبل وتنشر صراحة، يعني ألفاظ وأساليب ما أدري، عجيبة وغريبة. وتمس العقيدة، يضحكون الناس ويضحكون الشباب ويضحكون هذا الجيل، وتمس العقيدة من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، كلام بليل وبالنار. ومع ذلك سبحان الله لا يزدادون عند الناس إلا بعدا ولو كثر المتابعون، ما يفيد سبحان الله، ما الله ما يبقى إلا الصح، والله مثل ما قال العوام وهو تدل على نص الشرعية، ما يصح إلا الصحيح، ما يصح إلا الصحيح، ما يبقى إلا صاحب الحق.